العموميه، وهل الكلام اللي انا بقوله ده كلام غلط ولا كلام صح ولا كلام انا مجرد بقوله وخلاص؟ خلينا نعرف كل هذه الموضوع. ناخد الكابتن احمد مجاهد، مش كابتن احمد مجاهد عضو مجلس اداره الاتحاد، لا، كابتن احمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت، احد اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم، ونعرف برضو رايه فيما سيحدث غدا ان شاء الله في الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم، الجمعيه العموميه الغير عاديه للاتحاد المصري لكره القدم. استاذ احمد، ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك كابتن اسلام، ازيك يا فندم؟ الله يخليك، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا كابتن. الله يخليك يا فندم. يعني بكره في اجتماع جمعيه عموميه طارئه للجبلايه، برضو عايزين نعرف وجهه نظر النادي ميجا سبورت في البنود اللي من المفترض ان الناس تتكلم فيه. انا بس عايز اعرض لحضرتك حاجه. اتفضل يا فندم. هو مش اجتماع جمعيه عموميه ولا أيوه. حاجه. ايوه، امال ايه يا فندم؟ بكره دي قاعده وديه، اجتماع الجمعيه العموميه بطل ببطلان الاجراءات اللي اتخذها اتحاد الكوره لدعوه الجمعيه العموميه طبقا للائحه. يا دي الكلام. اللي احنا قاعدينه بكره ده اجتماع قاعده وديه، قاعدين نشرب شاي مع بعض ونتناقش مع بعض بقى في ايه، في اي حاجه. على حساب مين الشاي ده يا فندم؟ معلش انا لازم اعرف دي، هل الوديه دي على حسابي مثلا ولا على حساب حضرتك ولا على حساب مين؟ يعني في الاخر هيبقى على حساب الانديه. على حساب الانديه. ما هو دي النقطه اللي انا عايز اوصل لها. يعني بكره من المفترض ان ده اجتماع هو المفروض ان هو رسمي. طب الاول يا فندم، هل انتوا جالكوا جدول اعمال لهذه الجمعيه ولا لا؟ قبل ما نتكلم في بطلانها ولا لا، ولا زي العاده؟ لا، زي العاده لا. فعشان كده حضرتك بتقول ان بكره ده يعتبر اجتماع ودي لحد ما نشرب. هذه الجمعيه باطله. نعم. من بدايه الدعوه طبقا لنص الماده 21 في لائحه النظام الاساسي، واذا تجاوزنا عن الماده 21 فنص الماده 28 بند 3 قال صراحه كده. نص صراحه انه يجب ارسال اي مستندات خاصه بالجمعيه العموميه الغير عاديه قبل 7 أيام من تاريخ الجمعيه. من تاريخ الانعقاد، وهذا ما لم يتم حتى تاريخه. يعني لك ان تتخيل ان حضرتك ان احنا قاعدين لحد النهارده دلوقتي في الفندق، الناس جايه من سفر، واللي جاي من الصعيد، واللي جاي من اسوان، واللي جاي من مطروح، والناس قاعده، وبعض اعضاء مجلس الاداره قاعدين معانا ما هماش عارفين ايه التعديلات اللي هتطرح اصلا بكره. يقول لك احنا مش عارفين. طب ما خلي بالك، ممكن يبقى، هل من الممكن ان يكون اجتماع ودي تنسيقي مثلا؟ إيه لا، يعني ما فيش حاجه اسمها اجتماع ودي تنسيقي. احنا معانا كل نادي في مجلس اداره. المفروض ان الشيء الطبيعي ان احنا بنحترم مجالس ادارتنا وبنحترم نفسنا. حضرتك كاتحاد كوره شايف ان عندك تعديلات عايز تعدلها في لائحه النظام الاساسي لخدمه الكوره او لتطوير الكوره او حاجه هتفيد الكوره، حضرتك بتبعت قبلها انا هقعد مع مجلس اداره النادي بتاعي وتتفقوا، اقعد اناقش معاهم الحاجه وندرس، وبالتالي هيفوضوني يقولوا لي احنا شايفين ان البند الفلاني احنا يتوافق معانا، البند الفلاني ما يتوافقش معانا، الكلام ده. لكن انا النهارده انا هناقش ايه اذا كان اصلا مجلس الاداره بتاعي ما يعرفش اصلا انا جاي اعمل ايه؟ محدش عارف. محدش عارف. طب على اي اساس بكره هتبقى القعده يا فندم؟ معلش برضو، لان هو في النهايه بيطلع بكلمه، او يعني اتحاد كره القدم بيطلع بكلمه كده يقول لك ايه، يعني زي ما حصل يوم الاربع القعده بتاعت اتحاد كره القدم مع الانديه الدوري الممتاز، قعد معاهم قال لهم اصل ده اجتماع، في الاول المتحدث طلع قال لك ايه، اصل ده اجتماع ودي، وبعد كده قال اجتماع تنسيقي، وبعد كده قال اتضح ان هو اجتماع رسمي بالخطابات الرسميه والمراسلات الرسميه. فهل دلوقتي ممكن تكون في خطابات وصلت لحضرتك؟ انا جات لي جواب دعوه لعقد جمعيه عموميه غير عاديه يوم 23/2 نص صراحة لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي. تمام؟ واتكتب لي فيه في آخر سطر إن سيتم إرسال المرفقات لاحقا. المفروض طبقا للائحة، نص المادة اللائحة، إن هو يبعت لي الدعوة دي قبلها ب 15 يوم وهو فعليا أسبوعين، يعني هو بعتها في الميعاد فمفيش مشكلة فيها. زي الفل. المرفقات اللي هي المفروض اللي هو كاتبها في آخر سطر إن هي ترسل إلي خلال قبل سبعة ايام من الجمعيه العموميه. ما وصلتش. تمام؟ مش ما وصلتش، ما بعتش حاجه عشان توصل، بدليل ان اعضاء مجلس اداره الاتحاد قاعدين مع حضرتك النهارده
ما يعرفوش حاجه عن التعديلات غير ان هم عايزين يشيلوا بند الثمان سنين. طب هل يا فندم طبعا الموضوع ده احنا نتكلم فيه، لكن هل في حد تاني من الانديه يمكن يكون جاله؟ حضرتك اكيد لك علاقه بكل الانديه اللي موجوده او باعضاء الجمعيه العموميه اللي موجودين، فهل اتكلمتوا مع بعض عرفتوا حاجه مثلا؟ مفيش حد جاله حاجه. مفيش حد جاله حاجه ولا حد عارف حاجه. وعشان كده انا بلغت الاتحاد رسمي، انا بعت للاتحاد رسمي صراحه كده جواب رسمي ان هذه الجمعيه اهدار للمال العام، ولو سمحتوا بعد اذنكم خدوا قرار، الكلام ده بقاله اكتر من 4 ايام، خدوا قرار بان انتوا نظرا لمخالفتكم نص الماده وتعمد ان الجمعيه تبقى باطله، بعد اذنكم خدوا قرار بتاجيل الجمعيه العموميه توفيرا للفلوس توفيرا للنفقات، واعيدوا صياغه الدعوه من جديد طبقا للمواعيد المقرره في اللائحه وابعتوا لنا. تمام. بس فانا اخترتهم واخترت اللجنه الاولمبيه. وهتروح بكره يا فندم ولا مش هتروح؟ هروح طبعا، انا موجود اصلا النهارده، موجود مع الانديه، موجود مع الانديه النهارده. طيب بكره لو في اي قرارات اتخذت، ايه اللي حضرتك هتعمله بقى؟ اتخذت يعني، ايه اللي حضرتك هتعمله بعد كده؟ قلت يا باشا احنا ماشيين بالقانون مظبوط. اللي اللجنه الاولمبيه احنا اخترناها رسميا، المفروض ان منها مندوب بيبقى حاضر بكره الجلسه. فاحنا اخترناهم رسميا ان الجلسه باطله وان الدعوه باطله طبقا لواحد 2 3 4، ده رقم واحد. واخترنا وزاره الشباب والرياضه بهذا الكلام. احنا متفقين ان احنا قاعدين نشوف بعض بكره، لكن مفيش جلسه ومفيش الكلام ده. لان انا بصراحه مش هقدر اخد قرار في حاجه مجلس اداره النادي بتاعي ما يعرفش عنها حاجه. طب كابتن احمد بعد اذنك، هل من الممكن انت تقول لي، يعني انا قلت دلوقتي ان هم عايزين يلغوا بند الثمان سنوات مثلا، يعني الحاجات اللي انا عرفتها ان هم عايزين يلغوا بند الثمان سنوات، عايزين يعدلوا موضوع ان انت يبقى اشتغلت، لو اشتغلت لمده 5 سنوات بشكل متواصل في الاتحاد المصري لكره القدم وبالتالي يحق لك الترشح في كاحد اعضاء مجلس اداره الاتحاد دون، انت شايف ايه؟ يعني المسلسل ده معمول ليه؟ او الموضوع ده معمول ليه؟ بص يا باشا، احنا اتعودنا ان دايما قبل اي دوره انتخابيه بتجرى جمعيه عموميه غير عاديه لتعديل بند محدد، بند شروط الترشيح في الانتخابات. عشان من خلاله حضرتك تقدر تعرف، او يعني ايه كل اللي بيبي بالاشاره دي يفهمه. حضرتك تقدر تعرف من خلاله مين المرشحين القادمين في الانتخابات القادمه لاتحاد الكوره. تمام. بس ده اللي بيحصل يعني. فهم دلوقتي ده نفس النظام. يعني هو الموضوع ده كله معمول عشان البندين دول. بس يعني هو ما عندوش اي حاجه من دي، في حين ان احنا اصلا كانديه احنا متفقين بقالنا فتره بنتدارس لائحه او تعديل بنود لائحه كامله فيها 27 تعديل، وبعتنا لاتحاد الكوره بيهم ان دول اللي احنا متوافقين عليهم وطلبنا ان دول يتم ادراجهم. طب يا فندم مثلا اتفضل كمل. هو ما ادركش حاجه ومدرج الجزء الخاص بيه فقط وخلاص. بالانتخابات القادمه. طيب بالمناسبه القوائم مثلا، انت كرئيس نادي ميجا سبورت شايف ان موضوع القوائم ده يمشي في الجمعيه العموميه ولا لا؟ يعني هو دلوقتي عايز يضع بند ان هو الانتخاب يبقى بالقوائم وليس بشكل فردي، بحيث ان مثلا حضرتك اكيد فاهم الكلام ده احسن مني. ما فيش اي حاجه من الكلام ده هتتم. اللي بقول لحضرتك، وممكن يعني خد بالك كده كده هي الجمعيه باطله، عشان برضو ايه ده موضوع منتهي، لكن انا بقول لك الجمعيه باطله حتى في الجلسه اللي محدش هيوافق على كده بتاعت بكره، مفيش حد يعني الناس رافضه الكلام ده كله. حتى لو هيدوكوا ال 15% اللي هم بتوع المستحقات، حتى لو هيدوا 15%، حتى لو وافقوا على 15%. حضرتك بتتكلم يعني بالنيابه عن مجموعه، انا عارف ان هي مجموعه كويسه يعني. باشا انا بتكلم بالنيابه عن نفسي، وبتكلم بالنيابه عن اللي انا شايفه من الناس. بالنيابه عن انت شايفه من الناس. بحكي لحضرتك وضع انا شايفه من الناس. نعم. الناس كلها، خد بال حضرتك، الجمعيه العموميه يعني فيها كميه وعي غير طبيعي. بالظبط. انا بقول لحضرتك لا، الامور مش ماشيه في الاتجاه ده خالص. طيب يعني انا اتمنى ان الموضوع بكره ان شاء الله ينتهي زي ما حضرتك بتقول يا فندم، لانه احنا بكره طالعين وطالعين مخصوص عشان هذا الموضوع، فاتمنى ان حضرتك بكره ان شاء الله نكلم حضرتك بالليل برضو تقول لنا ماذا حدث في اجتماع الجمعيه العموميه اللي هي حضرتك زي ما بتقول ان هي الباطله يعني. ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق يا استاذ احمد. انا بشكر حضرتك جدا جدا، شكرا جزيلا يا فندم. كابتن